السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين كده صحتكم؟ كلشي بخير على خير الحمد لله. حبيبه ديالي سولتيني في الكومونتير قلتي لي شنو كديري في الشغل ديالك، وانا ما نسيتكش واخا جاوبتك في الكومونتير. ناويه ندير لك فيديو خصيصا ليك والناس كاملين اللي عندهم نفس الوضعيه ديال مالين السكر، ولا حتى الناس اللي بغاو يضعفوا عندهم كوليسترول. انا دابا غنقول لك شنو كندير في الشغل ديالي. الصلاة ديالي تقريبا راه عادية إلا بعد الإختلاف في واحد الحويجات أنا غنوريهم لكم دابا. بداو على بركة الله. هنايا غسلت هادو، هاد البصيلة عندك، هاد الخيارات تا هما غسلتهم، هاد الكرياتيا غسلتها مغنديرهاش كاملة، غندير طريف صغيرة منها. هنايا عندي الخص، أنا غسله هنايا خص معدنوس، تا هو واحد شوية معدنوس. وعندي هنايا الكروم، هاهو وريقات ديال الكروم، شي تلاتة د الوريقات ولا ربعة ديال الكروم. صافي حبيبه ديالي، هنا عندي مطيشه انت كتشوف فيها مصوله. صافي، وهنا عندي خلاص الحامض، هنايا الملوخيه، هنا عندي اللوبيا اللي بغيتي تفوري حبيبه ديالي وتشرم ليها خلاص بالشكل اللي بغيتي. فلفله اللي بغيتي تزيديها في مع سلاطه. عندي المعدنوس خلاص راني ورته لك، الدنجال اللي بغيتي تشويه وتشرم ليه حتى هو. صافي تاكلي كلشي بالمعلقه. وهنايا البيض البلدي، ديري جوج بيضات هكاك سلقيهم وزيديهم مع هاد الشلاطه، وانا غندوز ندير الشلاطه ان شاء الله الرحمن الرحيم. بسم الله على بركه الله. هنا حبيبه ديالي بسم الله على بركه الله، نقيو هاد الخيارات بيناتي حد هكا، حقاش النوب الاولى انت ما متعوداش على هاد القرعه خضراء، ديري غير شويه. هانتي هي هاد القياس، شوفي هي ما تشد هكا يدك، طريف صغير غتنقيها بحال هكا مثلا بحال هكا. عرفتي حبيبه ديالي ملي كنديروا القرعه هكا مع السلطه ما كتبانش، فاش كديري لاصوص كديري فيها الحامض ولا شي حاجه ما تقوليش راه كاينه فيها القرعه نهائيا، كتلف المذاق ديالها مع المذاق ديال الخيار، وداكشي كتجي بحال الخيار، بحال حكيتي معها الخيار. هاد القرعه علاش دخلناها فهاد السلطه؟ من حيت كتنزل السكر كتقاد التراكمي ديال السكر الخزان، كتقاد الخزان، داكشي علاش دخلناها في الشلاطه. ونكمل انا حبيبه ديالي هادشي، نقيو داكشي ونقادو ونديرو في هاد البانيو ونقطعو ونوريه لك في التالي. حبيبه ديالي درت جوج خيارات، جوج مطيشات، بصيله متوسطه وطريف ديال القرعه ها هي، وهنا هي شويه ديال الخس نقطعو غير بحال هكا، غير بحال هكا باش ما يتاكسدش، غير بحال هكا حبيبه. تنكملو تكون تقريبا واحد ربع ديال الخص. هادي هاد القريعه ها هي انا كنحكها، شويه ديال المعدنوس، هادي شتي القياس، غير شويه كنقطعو رقيق، جوج وريقات ديال الكروم هانتي كتشوفي، وغنقطعوه رقيق بزاف بسم الله. هنا انا درت غير جوج بيضات، ممكن بروتينات نتوما ديروا الحوت، ديروا شويه دجاج، ديروا شي ستيك، اي حاجه بغيتوها. ومن الاحسن ديروا البيض، راه زوين هذا البيض البلدي، زوين وخفيف. وفي الاخر انا عصرت واحد نص حامضه بلديه، حصلها بحال هكا، كندير واحد شويه الملحه بحال هكا على قياس اللي بغيتي، واحد شويه ديال الزيت البلديه، بغيتي تزيدي شويه ديال البزار ولا داكشي اللي بغيتي تزيدي. صافي وغتحركي بحال هكا وغتسقي هذيك الشلاضه ديالك. ها انت اختي الشلاضه هي نوجدتها. هنا راه عندنا مطيشه اللي قطعناها قطع صغيره، وهنايا عندنا الكروم، هنايا القرعه محكوكه، وهنايا المعدنوس، وبصيله درتها هنايا، وهنا نص بصله ما درتش بصله كامله، وجوج خيارات اللي درتهم هنايا، وهذه واحد جوج بيضات بلديات. ممكن تغيري مثلا، المهم الا ما من تتقنطيم هذا البيض ديري البيض البلدي ماشي الرومي، والزيت البلديه ماشي الروميه، هي تنوصلك الحبيبه ديالي. ولا قنطتي من هذا البيض مثلا ربعه ديال السردين مشوي ياك، هذا مرشلاضه ولا شي ستاك ديال البيض تعجبني، ساهل ونقي حتى في التحلل ديالو في وسط الدم، ما كيعطيش بزاف الفضلات وما كيهلكش الذات. المهم حبيبه ديالي ها انت ديري هذا البلا، هذا هو الخص انت كتشوفي فيه،
شلا ده هانتي طبسي تبارك الله ما شاء الله، هذا راه يردك مع الوقت، راه شو نقول لك، عودة عودة ترجع الصحة ديالك تبارك الله ما شاء الله، خاص راجلك يزيدك في الصداق. هانتي ما اخوتي وخواتاتي الرجال وعيالات اللي عنده مشكل ديال السكر، هذا هو الغذاء ديالو، لا خبز لا. عرفتي مع الوقت ما يبقاش يعجبكم الخبز، ما يبقاش يعجبكم لا مسمن لا خبز لا بغرير لا حرشه لا والو، هذا غتلقاي فيها راحتك. وفوق من هذا الشيء كامل في البيت ديالي انا كنت كنعاني حتى من الدوالي، وكان رجليا تقالع عليا ما بقات حتى حاجه. ثقي بيا الحبيبه ديالي راه غتلقاي واحد الصحه ما عندي ما نقول لك يا الكبيده، انتي غير تبعيها بالصحيحه والراحه. خليتكم صحيحه والهنا وراحه البال، والسلام عليكم.